بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 27 من المجالس التكوينية في المسائل النحوية. نأخذ اليوم الاسم المعرب المعتل الآخر. من المباحث التي يتجاذبها فناء النحو والصرف مبحث الاعتلال إذا كان في آخر الكلمة، فالاعتلال من علم الصرف، والعناية بآخر الكلمة من علم النحو، فيكون هذا التجاذب. وسبق معنا الفعل المضارع المعتل الآخر. ثم اعلم أن الاسم باعتبار آخره ينقسم إلى تقاسيم، من بينها باعتبار اعتلاله وصحته، وذلك كما يلي: أولا، الاسم الصحيح الآخر، وهو ما ليس آخره حرف علة، نحو قمر ورجل وفرز. والقسم الثاني وهو موضوعنا، الاسم المعتل الآخر، وهو ما كان آخره حرف علة، وهو قسمان: المقصور والمنقوص. المقصور ما انتهى بالألف لازمة مقصورة، ما قبلها مفتوح، نحو الفتى والهوى والنوى مثلا. والمنقوص ما انتهى بياء لازمة، ما قبلها مكسور، نحو القاضي والراعي والساعي. وقولنا لازمة هنا أي أنها لا تفارقه في كل أحواله الإعرابية في الرفع والنصب والجر، إلا إذا كانت هنالك علة صرفية تقتضي حذفها، كما سيأتينا في آخر المجلس، فهنا تحذف لفظا ولكنها تعتبر موجودة تقديرا في الإعراب، لأن المحذوف لعلة كالثابت. وهناك نوع يرى بعض النحاة استقلاله عن القسمين الأوليين، وهو الشبيه بالصحيح، ويكون بالياء والواو، يعني أن يكون الاسم آخر حرفه علة متحركة وما قبلها ساكن، نحو هذا جر وصنو وهذا وشي وضبي ورأيت جروا وهكذا، أو أن يكون آخره الياء أو الواو مشددة وإن لم يكن ما قبلها ساكن، نحو صفي وعدو، فهو في هاتين الحالتين يعد صحيحا ويسمى الشبيه بالصحيح. ونبدأ في بيان الاسم المعتل الآخر. نبدأ بالنوع الأول وهو الاسم المقصور، وهذا يعرب بالحركات الأصلية المقدرة على آخره في كل أحواله رفعا ونصبا وجرا، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، وكقوله تعالى إن الهدى هدى الله. فالهدى إعرابها أنها اسم إن منصوبة بفتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وهدى الثانية هي خبر إن مرفوعة بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. فمن خلال الاسم المقصور، من خلال حده وإعرابه، يخرج منه ما ليس فيه وما ليس منه، وهو الفعل، لأنه فعل وليس اسما، كقولك يرضى. وكذلك الاسم المبني، نحو أسماء الإشارة ذا وتا، وإن انتهت بالألف إلا أنها لا تعتبر اسما مقصورا. وكذلك ما الموصولة. ويخرج المنقوص، نحو القاضي، لأنه سيأتينا، وإن كان هو من بابنا الذي نحن فيه، يخرج من الاسم المقصور لأن آخره ليست ألفا إنما ياء لازمة. يخرج أيضا الألف غير اللازم، نحو ألف المثنى إذا رفع، فهنا ألفه غير لازمة، فهي تقلب ياء في حالتي النصب والجر، لا تبقى ألفا. هذا وش معنى لازمة. وكذلك الألف في الأسماء الستة في حالة النصب فإنها غير لازمة. والسبب الذي يمنع من ظهور الحركة في الإعراب هو التعذر. عندنا تنبيه: المقصور إذا زيدت بعد ألفه تاء وهي تاء التأنيث، نحو فتاة ومباراة ومستدعات، يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه التاء، ولا يسمى مقصورا، لأنه لا يكون مقصورا إلا بشرط انتهائه بالألف اللازمة تقع عليها الحركات مقدرة. الاسم المنقوص، ويعرب بالحركات الأصلية المقدرة على آخره في حالتي الرفع والجر،
نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. أما في حالة النصب فعلامته الفتحة الظاهرة على آخره تقول رأيت القاضية وليس رأيت القاضي، إلا حال الوقف عند القراءة. ويخرج من تعريف الاسم المنقوص الفعل لأنه ليس اسما، والمبني كاسم الذي فهو ليس بمعرب، وما كان آخره ياء ما قبلها ليس مكسورا كضبي ورمي، أو كان آخره ياء مشددة كعلي ونبي، فهذا ليس معتل الآخر، فهذان النوعان علامتهما ظاهرة رفعا ونصبا وجرا، جاء علي، رأيت عليا، مررت بعلي. يخرج من المنقوص أيضا ما كان آخره ياء غير لازمة كالياء في المثنى وجمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، فهي غير لازمة لأنها في الرفع تنقلب بالنسبة لجمع المذكر السالم. وفي الأسماء الستة في حال الجر فإنها غير لازمة في هذه جميعا. والسبب الذي يمنع ظهور الحركة في الاسم المنقوص هو الثقل، إذ يمكن إظهار الحركة ولكنها ثقيلة على النطق. متى نحذف ياء المنقوص؟ تحذف ياء المنقوص في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا لم يقترن الاسم المنقوص بأل، نحو جاء قاض، ومنه قول الشاعر يمدح أحد الفضلاء ممن أكرمه فهو مدن للجود وهو بغيض، وهو مقصل للمال وهو حبيب. قال فهو مدن أصلها مدني، ومقص أصلها مقصي. وقد سمع في كلام العرب حذف ياء المنقوص مع وجود أل، وهذا جاء في القرآن الكريم ومنه الباد في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد أي البادي، وكذلك الواد في قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي بالوادي، ومثل المتعال في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أي المتعالي. أيضا تحذف الياء في حالة عدم النصب مع عدم وجود الألف واللام، فتقول جاء قاض ومررت بقاض. أيضا إذا لم يكن مضافا نحو جاء قاض، أما إذا اقترن بأل نحو جاء القاضي، أو كان منصوبا رأيت قاضيا، أو كان مضافا جاء قاضي الجزائر، فإن الياء تثبت ولا تحذف. وهنا عندنا تنبيه، الاسم المركب، وهذا قل من ينبه عليه في باب النحو إذا تعلق بالاسم المنقوص، الاسم المركب التركيب المزجي الذي أوله منقوص هذا تقدر عليه الحركات كلها بما في ذلك الفتحة على الأصح، تقول داعي سلم أو معدي كرب أو صافي هناء، وهذه أسماء لأشخاص. وأما أسماء البلدان تقول مثلا دخلت سواقي خيل أو مرامي سفر أو قالي قلن، هذه أسماء بلدان. تنبيه آخر، إذا أضيفت كلمة لدى للضمير فإن ألفها تقلب ياء مثل زاد الخير لديك، فكلمة لدى ظرف منصوب بفتحة مقدرة، لكن هذه الفتحة مقدرة على الياء الظاهرة أم مقدرة على الألف التي في الأصل وانقلبت ياء؟ هذا فيه خلاف، وأكثر النحاة يفضلون أن يقولوا منصوب بفتحة مقدرة على الألف التي صارت ياء، وذلك لسببين. الأول أن الألف هي الأصل فلها الاعتبار الأول، والثاني أن الياء في آخر المعربات تظهر عليها الفتحة في الأغلب. هنا تنبيه، هل يقدر السكون؟ نعم يقدر، وذلك في حالات. الأولى يقدر على الحرف الأخير من الفعل إذا تحرك للتخلص من التقاء الساكنين، كقوله تعالى لم يكن الذين، يكون أصلها لم يكن، ولكن لما جاء بعدها الألف الذي هو ساكن تخلص من أحد الساكنين فتحرك الأول بالكسر. وفي إعرابه تقول يكن مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون مقدر بسبب الكسرة التي جاءت للتخلص من الساكنين، هكذا الإعراب الكامل. الموضع الثاني الذي يقدر فيه السكون إذا كان
مجزوما مدغما في حرف مماثل له. تقول مثلا لم يفر المجاهد، فر أو يفر مجزوم الآخر، وعلامة جزمه السكون المقدر منع من ظهورها الفتحة التي جاءت للتخلص من الساكنين. الحالة الثالثة أنه يقدر على الحرف الأخير من الفعل الذي حرك لمراعاة القافية، وهذا خاص بالشعر، كقول الشاعر مثلا: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. أصلها تعلم، وإعرابها مضارع مجزوم في جواب الشرط، وعلامة جزمه السكون المقدر الذي منع من ظهوره الكسرة التي جاءت لمراعاة القافية. نقتصر في هذا المقام على هذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.